السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات جريد 5، يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر أسامة الهادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض بارت 2 في الأريا أوف سكوير، وهنحل مع بعض أسئلة ونماذج عديدة علشان خاطر يكون الدرس فاهمينه كويس. طبعا اللي مش مشترك في القناة مينساش يشترك ويفعل الجرس ويختار الكل عشان يوصلوا مني كل جديد، ويلا بينا نبدأ الدرس. تعالوا نبص يا حبايبي في الأشكال اللي قدامنا دي، وبعدين هو طالب مننا إيه؟ بيقول لك find the area of each of the following squares. عندنا squares أهي، وعايز الأريا بتاعتها. ناخد الفكرة وبعد كده نبدأ الحل كالعادة. الفكرة هنا ده السكوير A B C D، عندك هنا السايد لينث بتاعه. بقت سهلة، إحنا بنقول إيه؟ سايد لينث باي سايد لينث. هنا في diagonal ومفيش سايد لينث، بس احنا عارفين القاعدة بتاعتنا هاف تايمز دي تايمز دي، وهنا بنقول ايه في التالتة دي شكل تاني، بس مديني في عندك هنا تو دياجونالز وعندك هنا تو اند هاف. احنا عارفين طبعا تو اند هاف دي تبقى تو اند هاف، دي هتبقى تو اند هاف، دي هتبقى تو اند هاف، يعني الدياجونالز بتاعي كام؟ هو الدبل ضعف الايه التو اند هاف، دبل للتو اند هاف. يلا بينا يا حبايبي نقسم كده الجزء بتاعنا عشان نفتح الحل بتاعنا ده مثلا جزء، ونبدا الحل مع بعض. اول حاجه احنا عندنا اللي هي الدي سي اللي هي السايت اوف لينث كام؟ تعتبر يا مستر 3 اند هاف. 3 اند هاف طبعا احنا عارفين الاريا بتاعتنا هتكون عباره، هنقول الايه ايكوال سايد باي سايد، سايد لينث باي ايه؟ سايد لينث، يبقى اس باي اس ايكوال عندنا سايد لينث بكام؟ 3 اند هاف، وهنا برضو هتبقى 3 اند هاف. ونكمل الحل بتاعنا بقى عادي، هنحسبها بالكالكوليتر هتطلع معانا 12.25 سنتيمتر. واهم حاجة ما ننساش كلمة ايه، او ان احنا نكتب سكوير. التاني طبعا عندي الدياجونال والاريا بتاعتي في الحالة دي هتكون الايه equal half times للجي اللي هو الدياجونال اللي هو مدولي 8 سنتيمتر تايم دي، هتبقى طبعا half times دي يعني 8 باي 8، 8 باي 8 معناها ايكوال هاف تايم 64، هتطلع يا حبايبي معانا 32 سنتيمتر سكوير، 32 سنتيمتر، وما ننساش نكتب سكوير. في الحالة التالتة يا حبايبي هو مديني الهاف للدياجونال، الدياجونال طبعا يعتبر هنا بيعتبر 5 سنتيمتر، يبقى الاريا بتاعتي A equal half times 5 times 5. هنحسبها بالكالكوليتور او بالورقة والقلم عادي، هتطلع 12.5 سنتيمتر سكوير، وكده نكون حلينا السؤال بتاعنا. عندنا حالتين يا حبايبي اهو، بيقول لك the area of square 50 سنتيمتر سكوير find its diagonal length.
هو عايز طول الايه الدياجونال بتاعنا. طبعا الاريا طالما بتتكلم عن الاريا والاريا ايكوال 50 سنتيمتر سكوير وعايزين الدياجونال نطبق القانون بتاع الاريا. احنا عارفين قانون الاريا بيقول لي ايه ايكوال، طبعا احنا عندنا الاريا اللي هي 50 نكتبها على طول اللي هي الاريا، بس ادي القانون اريا ايكوال هاف تايمز الدياجونال اللي هو كام، اللي هو مش معروف اللي هو دي باي دي. طيب الاريا عندي بكام؟ ب 100 يا مستر، يبقى نكتب 100. هي طبعا 50، تعالى اقول لكم جت ازاي. هنكتب الاول 50 اللي هي الاريا ايكوال هاف تايمز دي تايمز دي. معناه ايه الكلام ده؟ ان دي هتبقى 2 باي 5 تدينا ايه 100. يبقى ال 100 عندي ايكوال دي باي دي. هنا بقى يا حبايبي نسأل نفسنا سؤال، ايه النمبر اللي احنا لو عملنا multiply by itself equal 100؟ في الحالة دي هنلاقي النمبر ده اللي هو 10 by 10. يبقى الدياجونال بتاعي كام يا حبايبي اللي هو عايزه؟ هيساوي equal 10 سنتيمتر. ده السؤال الأول. طبعا في طريقة مش موجودة في الكتب الخارجية بتقدر تعرف النمبر اللي هو باي سيلف، لما تعمل له مالتبلاي باي ات سيلف يديني 164 91 لا اكزيست يعني H1 أقصد. المهم ندخل على السؤال التاني، بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي the area of square 40 centimeters square 49 سنتيمتر سكوير. فايند ذا بيريمترز. البيريمترز عشان نوصل له لازم محتاجين السايت لينس. طب السايت لينس مش موجود يا مستر، بس ما تنساش ان هو مدينا حاجه اسمها الاريا، والاريا بتاعتنا ايكوال سايت باي سايت، سايت لينس باي سايت لينس. طيب احنا عندنا الاريا دي بكام؟ ب 49. يبقى هنا ايه نقدر نوصل للسايد لينس. السايد لينس ايكوال كام؟ هتبقى 7 باي 7. وقلت لكم هوريكم طريقه هتعلمكم ازاي تحلوا عن طريق الكالكوليتر على طول. 7 باي 7. طالما احنا وصلنا للسايد لينس نقدر نوصل للبريمترز. ازاي؟ احنا عندنا السكوير عباره عن ايه؟ البريمترز بتاعه ايكوال سايد لينس اللي هو عندي هنا بكام؟ ب 7. هنعمل تايمز للفور ايكوال 28، وكده نكون حلينا السؤال. عندنا مرة الاريا وعايز الدياجونال، ومرة عندنا الاريا وعايز الايه البريمترز بتاعنا. دلوقتي يا حبايبي ناخد مثال تاني، بس قبل ما ناخد المثال ده كنت عايز اقول لكم على ازاي تحسب في حاجة اسمها سكوير روت. سكوير روت هتلاقوه في الآلة الحاسبة بتاعتكم الكالكوليتر. لو عندك مثلا 100، شايفين الرمز ده كده اللي هو ده اسمه سكوير روت. بتعمل ايه بقى عشان تجيب السكوير روت ده؟ الكلام ده مش هتلاقيه في كتب الخارجية، بس من السهل لانك انت تشتغل بيه ومحدش هيقول لك لا. عندك مثلا الرمز ده كده هو ده اسمه السكوير روت. عايز تجيب السكوير روت للايه لل 100، تعمل ايه؟ هتروح هنا مثلا هتعمل السكوير روت وهتكتب لل 100 وتقول ايكوال هتدينا 10.
تعالوا نجرب نمبر تاني. هنروح هنا السكوير روت ده اللي قبل الاكس واللي بعد الفراكشن على طول. بعد علامة الفراكشن تختار سكوير روت عندك مثلا 64 وتقول له ايكوالز، هيدينا 8. عندنا مثلا ال H1، بس احنا مش هتكتب H1 الاول، انت هتكتب الاول تضغط على السكوير روت وتكتب H1 هيدينا ايه؟ احنا عارفين 9 في 9 ايكوال H1. طيب ساعات يجيب لك رقم مثلا وليكن 144، بس احنا مش هنكتب كده، هنكتب سكوير روت 144 ايكوال 12 وهكذا بالنسبة لأي حاجة تجيلنا بالشكل ده. عندنا طبعا اكزامبل، بس طبعا الجزء ده المفروض يتظلل. طبعا الجزء اللي المفروض يتظلل انا هظلله لكم دلوقتي، اللي هو البيتوين اللي هو السكوير الكبير ده، طبعا مش سكوير سوري، ده ريكتانجل اهو مبين، بس هو اكنه سكوير بالظبط. هنا 8 سنتيمتر وهنا 12، طالما مش ايكوالز يبقى ده ايه؟ ريكتانجل. الريكتانجل دوت هنجيب الاريا بتاعته، هو عايز الشادد الجزء اللي هيبقى بين اللي هو الريكتانجل وما بين السكوير الصغير ده. تعالوا نرسمها كده مع بعض ونشوف. هنطرد الجزء المتلون يا حبايبي اللي هو ده كده كده، دي الجزء ده كده كله كده طبعا، ونمشي كده يعني الحتة دي كلها. انا بعمل لكم كده حاجه كروكي كده عشان ايه تفهموا الموضوع. هو عايز جزء متظلل طبعا مبين فيه ابيض، بس هو المفروض ده كله احمر كده. المهم ان احنا عايزين الاريا اللي هو بتاعت الجزء الملون. فكره السؤال ده يا حبايبي سهله جدا، وزي ما قلنا قبل كده انت عندك اريا كبيره اللي هي بتاعت الريكتانجل، وعندك اريا صغيره جوه بالداخل الريكتانجل اللي هي بتاعت السكوير. طيب يا حبايبي احنا عارفين السكوير دوت فين السايد بتاعه او فين الدياجونال بتاعه او اي حاجه، ما عندناش، بس احنا نقدر نستنتج الكلام ده كويس ازاي. اول حاجه يا حبايبي هنجيب الاريا للريكتانجل. الاريا بتاعت الريكتانجل بكام؟ بتعتبر 8 تايمز 12 اللي هي الويدز في الايه في اللينس، او اللينس في الويدز، لينس باي ويدز. هنا هتلاقيها 96 سنتيمتر سكوير، طالما احنا بنتكلم على اريا. دي اول حاجة. تاني حاجة هنجيب الاريا بتاعت السكوير اللي بالداخل، وهو مبين لنا هو ان دي ايكوالز، الفور سايت ار ايكوالز. طيب بس في نفس الوقت مش هنقدر نجيب السايد، بس احنا عندنا الدياجونال يا حبايبي، عارفين فين هو؟ نركز مع بعض كويس. هو الجزء ده كده مش ايكوال للجزء ده كده؟ ايوه يا مستر، تعالوا نظبطها شويه. الجزء ده كده ايكوال للجزء ده، واللي بينهم كده كله ايكوالز، يبقى معقوله نجيب دي كده اهو، هيبقى ايه ايكوال برضو للايه للسايت اللي هو كام 8 سنتيمتر. طب احنا هنا بقى جبنا الدياجونال كده صح، طالما جبنا الدياجونال نقدر نجيب الايه السكوير اللي هي الاريا اوف سكوير هاف تايمز 8 تايمز 8. هنيجي نحسبها يا حبايب قلبي، هنلاقيها تطلع 32. نعدلها شوية نقول 32 سنتيمتر سكوير. طيب لما يكون عندنا الجزء الكبير ده وهنشيل منه الجزء اللي هو الصغير اللي هو السكوير من الداخل ده، هنعرف نجيب اللي هي الشادد بارت، ان احنا نعمل ماينس 99
تبقى 99 ماينس 32 هتدينا كام؟ هتدينا 64 سنتيمتر سكوير. وكده حبايبي نكون خلصنا السؤال ده، ونكون حلينا كمان الأجزاء الخاصة ببارت 2 في الـ Area of Square. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، واللي ما شافش طبعا الحلقة اللي فاتت مش هيعرف الحلقة دي كويس، واللي فاتوا الحلقات اللي فاتت كلها أو الترم كله هيلاقي لينك مثبت في أسفل الفيديو يدخل عليه هيوصله لجميع الحلقات السابقة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير الفيديو وتفعل الجرس وتختاروا كله لايك عشان زمايلنا يعني واصحابنا يستفيدوا من الفيديو. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، معكم مستر أسامة الهادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.